قراءة لكل التراث السلفي العقدي. نعم. الفقه معتدل، أما العقيدة فمتطرفة. في العقائد السلفية نعم هناك حملة، هناك تشريع لإبادة كل من ليس على نفس المنهج. تصور من قال بالقرآن خلق القرآن يقتل، من قال بتفضيل علي أو كذا يقتل، من قال بإمامته يقتل، من قال بكذا يقتل يقتل. ولذلك حتى القضايا الفقهية وصل ابن تيمية إلى أنه أفتى بأن من جهر بالنية في الصلاة يجب أن يستتاب وإلا قتل. الفتاوى الكبرى موجود. نعم. فمعنى هذا قتل الشافعية، بمعنى لو أطعنا هذا التيار المتطرف لا قتل. يعني إذا كان عدد المسلمين مليار ويعني ومئتين مليون. نعم. يعني يمكن ما يبقى منهم إلا 50,000 يعني. نعم. أو يعني 50 إلى 75,000 لو مشينا على نفس، لأنه أيضا التصفيات تستمر. الليبراليين أيضا يقتلون، والحداثيين يقتلون، القوميين يقتلون، الشيوعيون الكذا، كل هذه استتابة. وكلمة استتابة يأتيك أحد لا يقنعك، ما عنده علمك حتى يقنعك، يأتي أحمق. نعم. ليحقق معك كيف تتوب إلى الله من فعل تراه أنت حقا. وهذه من قديم، من أيام الاستتابات التي فعلها المتوكل ومعاوية، الاستتابات التي فعلها بحجر بن عدي. هذا عمل سلطاني من أيام معاوية، لما لم يتب حجر بن عدي من الإيمان بفضل علي بن أبي طالب قتل، قالوا إما أن يتبرأ وإما أن يقتل. صحيح. وكذلك صحيح. فعل من بعده زياد وبن زياد والحجاج وسمرة بن جندب وخالد القسري وغيرهم. شكرا.